فيديو جديد النهاردة، والفيديو ده مش عن أبراج. هنتكلم عن يعني موضوع يخص كل الأبراج، يعني مش موضوع يخص برج واحد. أنا جاتي أسئلة كتير جدا، يمكن أكترها كانت من شباب، يعني من رجالة. رجال بيسألوني عن مثلا يكون الراجل معجب بكذا واحدة، يعني هو مش متأكد مشاعره من ناحية بنت معينة، بيكون بيشتغل مثلا وحاسس ان هو في كذا بنت عاجباه في الشغل، وهو مش عارف هو بيحب مين فيهم، او حاسس ان كذا بنت جذباه وهو مش عارف يتاكد ازاي هو معجب او بيحب مشاعره حقيقيه ناحيه انهي بنت فيهم. الحيره دي ممكن تبقى في مرحله الشباب اكتر، يعني اللي هم العشرينيتيين، يعني I think الناس اللي هم بيبقوا اوفر 30 بيبقوا عندهم نضوج اكتر ان هم يقدروا يحددوا مشاعرهم. فانا السؤال ده يعني كان ضحكني شويه، عشان يعني فكرني بايام مثلا تحس ان المشاكل دي بتبقى ايام الجامعه، اول ما حد يتخرج يبقى انا بمعجب بكذا واحده، بحبهم كلهم بس مش عارف اختار مين فيهم. وانتوا عارفين طبعا ان قلب الرجل كبير ويسع ناس كتير جدا، فدي تبقى مشكله. يعني انا بنات ما سالتش من البنات ده مثلا غير بنت مثلا او بنتين قالوا ان هم معجبين يعني في بنفس الوقت بكذا شاب، وهي مش عارفه تختار او هي بتحب مين فيهم. يعني شايفين الفرق ما بين الراجل والست؟ فعلا قلب الست وخنطوط كده، يعني هو راجل واحد بس كفايه، اما الراجل ما شاء الله. يعني المهم انا بقى عايز اقول ازاي، ايه الحاجات او العلامات اللي بتدل للراجل او ست، بقى احنا هنتكلم عن الراجل او ست، ان انت الشخص ده فعلا انت بتحبه بجد، وان مشاعرك ناحيته مشاعر صادقه، وان هو مش مجرد اعجاب، لا ده اكثر من اعجاب. يعني لان انا ممكن اي حد في الدنيا ممكن يعجب باكتر من حد، يعني انا ممكن مثلا يعجبني كذا شخص عادي جدا، يعني يعجبني مثلا في ده ادبه، الشخص ده يعجبني فيه، انا بتكلم على ان انا شخص مش مرتبط، يعني انا ولا خاطب ولا متجوز ولا اي حاجه، انا شخص لسه سنجل. احنا بنتكلم النهارده الفيديو ده عن الشخص السنجل، فما يجيش حد يقول لي اصلا متجوز ومش عارف انا معجب بكذا واحده. يعني فالمهم الشخص السنجل ده ممكن يكون معجب بكذا بنت، زي مثلا فعلا كل بنت فيهم شايف فيها ميزة مش موجودة في البنت التانية، يعني سبحان الله. يعني اكيد يعني مش كل مفيش شخص كامل، الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. فالطبيعي ان انا لما يكون انا عندي الشعور ده، في دلائل بتبين ان انا لا مشاعري ناحية الحد ده قوية. وفعلا خد بالكم برضو ان ممكن يكون انا شخص متعلق بيه، يعني دايما ممكن لما يبقى مثلا في صداقة ما بين يعني حد من زمايلك في الشغل، حد كلوز ليك قوي، ممكن تحس ان انت متعلق بيه لان انت بتشوفه كتير في الشغل، بتحتكي بيه، او في الجامعة مثلا، يعني حد بتشوفه كل يوم، ده بيبقى مش حب اكثر من ما هو نوع من انواع التعلق. يعني التعلق ده لما انا يكون حد فريكوينتلي بشوفه كل يوم في الجامعه مثلا في محاضرات، او حد بشوفه في الشغل، او بشوفه في المدرسه. بلاش نتكلم عن المدرسه، ما اعتقدش ان اي حب المدرسه ده حقيقي، ده بيبقى حب طفولي اكتر. يعني فاكيد انا لما بشوف حد كل يوم وبحتكي بيه كل يوم، ممكن اشك ان انا بحبه، لان انا خلاص تعودت على وجوده في حياتي، تعودت ان انا اشوفه كل يوم، بقى على طول موجود معايا. فعلى طول في حد بيقول لي صوت واطي، طب بس ثانيه واحده يا جماعه، بس عشان ايه احاول اعلي الصوت شويه، هبعتذر لكم او اقرب البتاع دي شويه. المهم انا هعلي صوتي شويه. ازاي بقى نختبر مشاعرنا ونتاكد ان هي مشاعر حقيقيه؟ قاعده رقم واحد، انا بعتبرها القاعده الاولى، ان انا احس ان انا بغير على الشخص ده. يعني ازاي؟ مثلا انا زي مثلا بشتغل مع حد، انا اتكلم عن شغل، انا يعني ما هو حد لازم اكون بحتك بيه. ففي مثلا انا معجب بكذا حد في الشغل، بس انا في حد بحس ان هو عادي، يعني انا متعلق بيه، بس لما بشوفه واقف مع حد تاني، بيهزر مع حد تاني، بيخرج مع حد تاني، الموضوع ده يعني ليه شيء، يعني عادي مش متضايق. وفي حد تاني او شخص تاني حس لا، ان هو لما بيكون بيتكلم مع مثلا راجل تاني او بيتكلم مع بنت تانية، ابقى انا متغاظ قوي ومتضايق قوي، قاعد متابعهم بقى، يعني مركز معاهم قوي، وقاعد كل شويه بص، طب ايه ده، طب هو هيقفوا مع بعض كتير قوي كده ليه، طب بيقولوا ايه، طب حس ان انا الموضوع شاغل بالي. فحس ساعتها هعرف فعلا ان انا متغاظ. يعني الغيره انا بعتبرها مقياس للحب. ليه؟ لان انا لما بيكون حد انا بحبه بيبقى يعني عايز اتملكه شويه، يبقى بتاعي لوحدي، يبقى ما حدش يقرب منه غيري، ما حدش يحتك بيه غيري، ما حدش يتكلم معاه غيري. فبالتالي هو يعني لما ده انا بعتبر لما يعني يبقى انا شخص بغير عليه، يبقى انا شخص في مشاعر من ناحيتي، لان انا مش هغير عليه لوجه الله والوطن. ليه؟ لان انت اكيد ناس كتير جدا تعرفوا، هل انت بتغير مع اي حد، واقف مع اي حد، او اي حد بيهزر مع اي حد،
او اي حد، لا خالص على فكره. فانا لما احس ان انا بغير على الشخص ده، عايزه يبقى بتاعي، عايزه اتملكه لوحدي ومحدش تاني يحتك بيه، فده يبقى مقياس مهم جدا جدا للمشاعر الحب الحقيقيه. يبقى رقم واحد قلنا موضوع الغيره. رقم اتنين انا بعتبرها برضو حاجه مهمه جدا جدا في الحب، ان انا بفكر فيه على طول، بفكر فيه يعني وانا باكل بفكر فيه، وهو مش معايا بفكر فيه، وانا سايق عربيتي بيجي في بالي كتير قوي، وانا بسمع اغاني اول حد بيجي في بالي، وانا لما اروح اماكن مختلفه حتى لو ما شفتهوش في نفس الاماكن دي بيجي في بالي، وانا مبسوط بيجي في بالي، وانا مع اصحابي بيجي في بالي، وانا مشغول بيجي في بالي. ممكن ناس وانت فاضي كده تفتكر ناس كتير، يعني انت فاضي اصلا ما بتعملش حاجه، نايم كده على السرير متنح ما بتفكر ما بتعملش حاجه، ممكن ناس كتير جدا تيجي في بالك. بس لما اكون انا مشغول، يعني مشغول قوي ورايا حاجات كتير جدا، والشخص ده جاي في تفكيري دايما وبفكر فيه، ده معناه ان هو شخص مهم جدا. يبقى انا لما اكون مشغول ومش فاضي ويعني عندي حاجات كتير قوي في حياتي، والشخص ده انا حاسس ان انا متعلق بيه وان هو بفكر فيه وبفتكره وانا حزين وانا مبسوط وفي كل احوالي، يبقى ده شخص انا بحبه بجد ومشاعري ناحيته مشاعر حقيقيه. طيب يبقى قلت اول حاجه ان هو بيشغل تفكيري والغيره. ثالث حاجه بقى ان انا يعني لو هو اختفى من حياتي، في ناس طول ما هم موجودين في حياتي فانا حاسس باهميتهم، حاسس بوجودهم، يعني حاسس ان انا ما اقدرش استغنى عنهم، ما اقدرش اعيش من غيرهم. او حتى يمكن على فكره في ناس بالعكس بيجي معاهم الموضوع بالعكس، يعني طول ما هم موجودين في حياتي حاسس ان انا ممكن بدات افقد خلاص هم بتوعي معايا. بس البعد الصحي، يعني انا الحد ده لو بعدت عنه ابدا احس ان انا لا، انا حياتي مش عارفه اكمل من غيره، لا انا ما اقدرش، مش قادر، ان انا حاسس في حاجه كبيره ناقصاني في حياتي. على فكره ده اللي هو محتاج له موجود في حياتي. يبقى انا لما اجي ابعد عن الحد ده فتره واحس ان انا خلاص ان انا مش متعلق بيه، مش مجرد ان هو موجود في حياتي بس متعود عليه فعشان كده عايزه جنبي، او اول ما يبعد خلاص فتره كده اللي هو الاقيني نسيته. ودليل على كده يا جماعه، مش ممكن في ناس بنبقى مرتبطين بيهم مثلا واول ما نسيبهم بنبقى هننتحر وعمالين عايزين نبلبع علبه ادويه وهنرمي نفسنا من البلكونه وهنشرب كلور وحاجات كده، وبعد كل يوم الكيرف عمال ينقص لحد ما يختفي. ساعتها تعرف ان يعني ويختفي بسرعه، ساعتها تعرف ان انت اصلا ما كنتش بتحبه لان انت نسيته بسرعه. في ناس بعد ما بتسيبهم بتفضل سنين وسنين وسنين الموضوع جرحك في قلبك، وكل ما بتسمع حد بيجيب اسمهم قلبك بيدق بسرعه، كل ما بتسمع اغنيه كانت بتفكرك بيه تحس ان انت افتكرته وان انت يا ده وحشني قوي، صح ولا لا؟ يبقى انا لو نسيته بسرعه او شخص انا بعدت عنه وما جاش في دماغي، يبقى هو خلاص هو كان مجرد تعلق مش حب حقيقي. اما لو حسيت ان انا لسه بفكر فيه مع الزمن ومع الوقت ومع العمر وكده، يبقى ده شخص انا فعلا كنت بحبه حب حقيقي، او حبي ليه حب حقيقي. طيب يبقى تالت حاجه ان انا مع البعد بحس ان انا بحبه اكتر، يعني مش لما بعد مع البعد بنساه. رابع حاجه ان انا بربطه دايما بالحاجات الايجابيه، يعني الشخص لا رابع حاجه سوري انا في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها، ان الشخص ده لما بيجرحني ما بقدرش انتقم منه. يعني ايه؟ يعني ممكن حد تبقى انت بتحبه وبتعزه عشان هو بيعاملك كويس قوي، عشان هو بيديك كل حاجه او كل المشاعر اللي انت محتاجها منه، اهتمام، بيديك اهتمام، بيديك حب، بيديك مشاعر، بيديك كلام حلو، بيديك كل حاجه. فانت بالتالي احساسك بالذنب ناحيه نفسك بتحس ان انت بتديله مشاعرك، لان هو بيعمل لك كل حاجه انت عايزها، بيديك كل الاحتياجات اللي انت محتاجها منه بيقدمها لك على طبق من ذهب. اما لما يكون حد انت محتاج منه حاجه، محتاج ان هو يعبر لك عن مشاعره، محتاج ان هو يبقى يعني كويس معاك، محتاج ان هو ما يبقاش اجريسيف معاك، محتاج ان هو يكون كويس يعني يكون طيب معاك، وهو مع ذلك هو قاسي وكذا وكذا، وانت برضو بتموت فيه، معناه ان انت حد بتحبه جدا. ان هو ممكن يجرحك كمان، يجرحك اللي هو يضايقك، يقول لك كلام يضايقك، يعني يهزقك، يشتمك، يخونك، وفي نفس الوقت انت لسه بتحبه، فمعناه ان الشخص ده انت بتحبه لان انت مع كل الحاجات السلبيه اللي هو بيعملها فيك فانت مش قادر تنساه، مع ان انا بحس ان هو حب سلبي، يعني ان انا حد يبهدلني بالشكل ده وافضل احبه مهما حصل منه، دي حاجه سلبيه. بس ده حب حقيقي، لان انا يعني في فرق، انا اديتكم مثالين اهو، مثال واحد بيديك كل حاجه انت عايزها عشان كده انت بتحبه ليه كرد فعل انت بتاخد منه فبتديله رد فعل اللي هو حبك، واحد تاني انت نفسك تديك حاجه اصلا، بالعكس هو بيتعامل معاك بقسوه، بيتعامل معاك بغرور، بيتعامل معاك بتناكه، بيتعامل معاك بقرف، بيتعامل معاك بيخونك، بيعرف ناس عليك كذا كذا كذا، مع ذلك انت برضو مع كل الحاجات دي وان هو مش زي الشخص الاولاني، مع ذلك انت بتجري وراه بتحبه.
ده حب حقيقي لسبب ان هو ما ادالكش اللي انت عايزه، مع ذلك انت متعلق بيه. انا حاولت ان انا ارد على اسئله كتير جدا، وانا هعمل لكم فيديو تاني عن الفيديو ده عشان ما بحبش الفيديو تكون طويله. اتمنى ان انا اكون فدتكم اعجبتكم ايه او الفيديو يكون عجبكم. في عندي 3 نقط عايزه اقولها. اول حاجه، انا بتجيلي شويه تعليقات سلبيه كتير جدا. انا اصلا اي دونت كير، يعني انا مش من النوع اللي بتاثر قوي بالتعليقات السلبيه، بقعد اعيط وحاجات كده. بالعكس، انا بس هقول جمله واحده بس. انا ليا شخصيتي مثلا، انا ليا طريقتي في الكلام، انا ليا لو اي حد مش مبسوط من الطريقه بتاعتي او متضايق من الطريقه بتاعتي، بدل ما يعلق تعليق سلبي يعمل لي انفولو، يعمل لي انسبسكرايب، ما يتابعنيش يعني. فبتضايق او بستغرب قوي ان حد يبقى بيتابعني كتير ويفضل يتعلق على تعليقاتي تعليقات سلبيه. طب انت يا ذكي او يا ذكيه، طالما انا مش عاجباك مثلا الفيديو بتاعتي، مش ما فيش كيمستري ما بيننا وما بين بعض، بتفضل تتفرج على الفيديوهات ليه وتعلق؟ طب خلاص اعملي بلوك، اعملي انسبسكرايب، يعني عادي جدا. انا مش هتضايق والله، عشان كده دايما لما حد بيعلق تعليق سلبي بحب ادخل اقول له انا ما احبكش تكون متضايق، ارجوك ارجوك بجد اعملي انسبسكرايب، ما تشتركش في قناتي، ما تتفرجش عليا، انا مش عايزه اضايقك. وببسط جدا لما حد من الناس المشاهدين بتوعي هو اللي يرد علي، انا بحس ان انا ربنا جاب لي حقي ثالث ومثلث بجد. يعني ببقى سعيده قوي بالموقف ده، ان انا الاقي حد بيرد عليا، بيرد عني يعني، سوري، بيرد عني يعني بالنيابه عني، بيرد بي 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 يعني. انا لسه في فيديو كده حد عد، والله انا عجبني الموضوع، يعني مش فاكره حد كان اسمه لوس انجلوس، مش عارف حاجه كده، فبيقول يعني بيرد على حد تاني، فانا عجبني جدا الرد لدرجه ان انا شكرته. يعني هو رده يعني رد بمنتهى الذكاء للحد اللي كان بيعلق بتعليق سلبي. بشكركم، يا رب الفيديو كان عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتعملوا شير لاصحابكم كمان اللي بيعانوا من مشكله ان هم مش عارفين هم بيحبوا مين دي. وهعمل لكم جزء تاني للفيديو ده، استنوه ان شاء الله باذن الله. وانا عامله فيديوز كتير جدا عن الريليشن شيبس، يعني هعمل اصلا بلاي ليست اسمها ريليشن شيبس، ازاي تنسى حبيبك وازاي تخلي حبيبك يندم، هحطها لكم كده. عارفين في علامه تعجب كده هتلاقوها في الفيديو، انزلوا كده يعني دوسوا عليها وهتلاقوا فيها الفيديوز الكتيره اللي ليها علاقه بالحب. بشكركم وتصبحوا على خير، ويلا بقى بكره ويك اند نسهر مع بعض كلنا. شكرا وتصبحوا على خير، مع السلامه. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتعملوا شير وتعلقوا وتقولوا لي رايكم في الكلام ده، ولو حد عنده حاجه انا نقطه انا ما قلتهاش يا ريت تحطها لي برده. تصبحوا على خير، باي باي.